أهلين وسهلين أعزائي المتابعين، اليوم بتكلم معاكم عن خدمة السوستين. السوستين كل العرف أنه عبارة عن بدل تحطه، أو أنك أنت تستخدم السوستين بدون البدل، حد يستخدمه مع البدل وحد يستخدمه بدون البدل، ويعطي صوت مجرد شوية صدى. الياماها عملت هالمرة في الاي 5000 خدمة السوستين مع أصوات اللي هي التريمولو، فقط في الأصوات العربية، وفي فقط في باقة العود، فقط في باقة العود والقانون، باقة العود والقانون. الوتريات في تي اللي هو التريمولو ما ضبط مع السوستين، يعني يضبط يعطي صدى بس ما يعطيك بنفس خدمة القانون والجيتار وصوت العود. نجرب معاكم الحين، تسمع معايا انا مختار صوت العود اللي هو التيرمولو، تسمعه بدون استخدام سوستين. اسمع الصوت جاف وما في صدى، تضغط عليه. طبعا كل حد يعرف ان لما تضغط على السوستين يعطيك شو، شوف صدى حلو. لكن الحلو في هذا انك انت لما تعزف الصوت هذا بالسوستين، لاحظ انه يختلف عند يعني عند الضربة الأخيرة وانت تعزف، يعطيك صدى اللي هو تريمولو مع فيد اوت، يختفي بالبطيء ينسحب وانت تعزف، يعطيك نكهة حلوة. شوف مثلا الحين، لاحظ صوت الفيد اوت ما زال موجود. هذا حلو صراحة، ان عند الضغطة الاخيرة ينتهي وانت تعزف. نجربه مع الايقاع، نجربه مع القانون اللي هو تريمولو. لاحظ الصوت يبتعد ما زال وانت تعزف، الصوت يعمل فيد اوت. نجرب صوت اللي هو البقلامة تريمولو، اسمع معي. أتمنى أن يكون وصلت الفكرة، وكل حد منكم على حسب فنه وعلى حسب التكنيكال مال على الكيبورد بيطلع عمل جميل وحلو باستخدام اللي هو زرار السوستين، فقط مع أصوات اللي هي تريمولو، فقط في باقة العود والقانون. جربته مع الوتريات ما يصلح، ما يصلح. طبعا الجيتارات موجودة، لكن الجيتارات اللي فئة الجيتارات لاحظيت ما عندهم تريمولو، بس تقدر تستخدمه في الدي اس بي، تعمل له تريمولو وتستخدم سوستين معه. نجربها معاكم، نشوف الحين مثلا هذا الجيتار، نختار جيتار اللي هو الكونسرت جيتار، طبعا ما في تريمولو. طبعا شوفوا، رحت على الليجسي واخترت الجيتار اللي هو التريمولو، لكن ما الخدمة ما تستوي معك. شوف، معني ضاغط على السستين لكن فقط يعطيك صوت التريمولو العادي، لكن ما يعطيك بنفس التريمولو مال الأصوات العربية اللي أنا قلت لك عنها. إن شاء الله تكون الفكرة وضحت، مع السلامة.